اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامجكم من عمان، وكما وعدناكم طبعا في هذه الحلقه نخصصها للحديث عن الزياره الساميه لجلاله السلطان المعظم حفظه الله ورعاه للمملكه العربيه السعوديه وما تمخض عنها عن البيان المشترك هذا اليوم. هذه المرة سنتحدث في جوانب اقتصادية بالتحديد مع ضيفنا الأستاذ محمد بن حسن العنسي، رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله معنا. تابعت طبعا ما تمخض عن هذه الزيارة وأيضا البيان المشترك الذي صدر اليوم. كيف تؤسس هذه الزيارة السامية للمملكة العربية السعودية لتبادل اقتصادي وتجاري أوسع بين البلدين الشقيقين؟ طبعا بلا شك الكل متابع لهذه الزيارة وأهميتها، وأيضا هي تعتبر من أهم الزيارات، وخاصة الآن طبعا احنا دخلنا على تنفيذ رؤية السلطنة 2040، وأيضا السعودية يمكن تقدمتنا قليل بتنفيذ رؤيتها 2030. طبعا كل البلدين الآن أحد أهم العوامل في الرؤى هي التنوع الاقتصادي، وهذا راح تساهم أيضا في دعم رؤية السلطنة، وخاصة في إيجاد الفرص في الاقتصاد وأيضا في التنوع الاقتصادي. نعم، بما أنك أشرت إلى رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 والمتتبع لهاتين الرؤيتين، فإنهما يعني تأملان أيضا في التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية مع تحقيق أهداف هذه الرؤى. فكيف ممكن أيضا خلق شراكة بين البلدين لتحقيق وتعظيم الفائدة وبالتالي تحقيق هذه الأهداف؟ طبعا اليوم الكل يعرف السوق السعودي هو أيضا من الأسواق الكبيرة وأسواق العالمية أيضا، وتشتهر أيضا المملكة بالصناعات، وخاصة لما نتكلم عن الصناعات البتروكيميكال، الكيماويات، أيضا المدن الذكية، التكنولوجيا، وكل هذه الصناعات نحن أيضا بحاجة إلها والشراكة فيها، خاصة اليوم نحن أيضا اليوم السلطنة من خلال المناطق الاقتصادية في السلطنة، مناطق اقتصادية الدقم الآن، فهي أحد الفرص المتاحة الآن في آلية إيجاد الاستثمار والشراكة ما بين المملكة والسلطنة. نعم. طبعا الكل يعرف أنه أيضا المملكة هي أحد دول العشرين اللي هي من على مستوى العالم، وهي هذه الدول تقريبا نقول 80 من الناتج الاقتصادي تتحكم فيه هذه المجموعة العشرين، وأيضا 75% من التجارة العالمية. فاليوم دخولنا نحن أيضا بشراكة مع شركات السعودية راح تساهم أيضا في خلق أسواق جديدة للاقتصاد الداخلي، اقتصادنا المحلي. نعم، طيب هناك مشاريع عملاقة وضخمة في البلدين الشقيقين، فما أبرز الاستثمارات والمجالات الاستثمار اللي ممكن تكون حاضرة خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا اليوم في التوجه الكبير اليوم للقطاع اللوجستي، اليوم لما نتكلم عن القطاع اللوجستي، اليوم لما يفتح بإذن الله تعالى المنفذ الحدودي ما بين السلطنة والمملكة العربية السعودية راح يختصر المسافة ما يقارب بزيادة عن 700 كيلو، والمسافة المنفذ أيضا هي حدود 800 كيلو للمملكة العربية السعودية. هنا راح يكون ربط أيضا بين المواني السلطنة ومع اقتصاديات المملكة. اليوم الكل يعرف تقريبا احنا اليوم لما نتكلم عن مواني السلطنة، ميناء دقم، ميناء صلالة، صحار، فخلونا مثلا ناخذ نماذج ميناء صلالة. المسافة من امريكا الى ميناء صلالة تقريبا حدود اسبوعين. الصين في تقريبا نفس المسافة. اليوم في ممكن البضاعة توصل الى ميناء صلالة او ميناء دقم، وبعد ذلك يتم شحن الحاويات بالبر خلال 24 ساعة واصلة إلى السعودية. إن هذا راح يقلص أيضا التكاليف على التاجر في المملكة العربية السعودية، وراح يساهم أيضا في تقليل من التكلفة. أيضا نحن كسلطنة أيضا ممكن أيضا نستفيد من الخطوط المواني السعودية من جدة، من عبد الله، أيضا بالخطوط المباشرة لنحن
لا توجد لدينا، فممكن نستفيد من الخطوط هذه ونقلل أيضا تكلفة على التجار أيضا في السلطنة، في المسافة أيضا توصل لموانيهم. وبعد ذلك القطاع اللوجستي يحتل مكانة مهمة أيضا في موضوع التعاون خلال المرحلة المقبلة كما ترى أستاذ محمد. وذكرت أيضا الطريق البري، والحقيقة يعني كثير أيضا من المهتمين وكثير من رجال الأعمال مهتمين بهذا الموضوع. كرجال أعمال كيف تنظرون إلى هذا الموضوع بالتحديد؟ لأي مدى ممكن يسهل على بالتحديد موضوع التبادل التجاري؟ قلت أكيد طبعا القطاع اللوجستي هو المحرك الرئيسي للتبادل التجاري دائما، فمن خلال استغلال كمنطقة تجارية ومنطقة اقتصادية في عبري أو أيضا كمنطقة توزيع راح تساهم في ربط موانينا أيضا مع السوق السعودي، وأيضا راح يسهل حركة التبادل التجارية ما بين البلدين. كل تأكيد المنفذ راح يكون له يعني عامل كبير، وخاصة في التبادل التجاري ورفع من مصادرات النحلية لنا يعني كسلطنة، وأيضا تحريك الصناعات الموجودة في السلطنة. نحن اليوم عندنا ما شاء الله يعني من المناطق الصناعية اليوم تحتاج اليوم أيضا إيجاد الفرص التبادل أيضا التجاري. يمكن نحن اليوم إذا رجعنا للربع الأول من هذا العام احنا قلت تقريبا التبادل التجاري في حدود 2 مليار ريال عماني، فهذا جيد. فنحن نتمنى الآن خلال الفترة القادمة إنه يكون النمو أقوى من كذا وأكبر من هذه إن شاء الله يعني الفترة القادمة. خلاص الآن مع الاتفاقات الجاية بإذن الله تعالى والشراكة اللي راح تكون ما بين الجانب العماني والجانب السعودي. نعم. طيب مما ذكر اليوم أيضا في البيان المشترك بعد هذه الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم للمملكة العربية السعودية هو الترحيب بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري، فما المقصود بهذا الموضوع بالتحديد؟ هو الآن هو الاقتصاد التشاركي، واليوم نحن ننظر للاقتصاد التشاركي وكثير مهم وأيضا لتعزيز الاقتصاد عندنا وأيضا لتفعيل دور القطاع الخاص وأيضا مساهمة في التنوع الاقتصادي لكل ما بين دولتين. اليوم نحن نحاول أنه اليوم أنه يصير اعتمادنا على القطاع الاقتصادي خارج المشتقات النفطية، وأنه لا يصير أن نكون معتمدين كثير على قطاع النفط أنه لأن يكون البديل هو التنوع الاقتصادي من السياحة من صناعات ومن صناعات تحويلية صناعات الغذاء كلها الآن مهمة. لما أتكلم اليوم عن السياحة أيضا اليوم خلال المنفذ اليوم راح يكون التبادل السياحي ما بين السلطنة والمملكة راح يكون بأرقام كبيرة بإذن الله. طبعا السلطنة تتمتع ب تضاريس ومناطق سياحية مختلفة، أيضا المملكة في نفس الوقت تتمتع أيضا بنفس الجماليات، وهذا أيضا المنفذ راح يساهم في هذه الحركة إن شاء الله. هل نتوقع أن هناك أيضا في التعاون أكبر على مستوى غرف التجارة، غرفة تجارة وصناعة عمان، وكذلك غرفة التجارة هناك في المملكة العربية السعودية، لفعلا أن تكون هذه الفرص الاستثمارية أيضا متاحة لرجال الأعمال؟ بكل تأكيد في المجلس رجال أعمال مشكل من السلطنة من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان، وفي مجلس رجال أعمال أيضا مشكل من المملكة العربية السعودية. أعضاء المجلسين كلهم من كبار رجال الأعمال ومن قطاعات مختلفة أيضا، وهذا كله راح يساهم أيضا في التنوع وفي أيضا الشراكة الحقيقية. نعم. واحدة من النقاط المهمة والتي أيضا جاء التأكيد عليها في البيان اليوم هو التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي، وموضوع الأمن الغذائي هذا حقيقة أيضا واحد موضوعات مهمة في التكامل بين البلدين الشقيقين، وربما تظهر أهميته في الظروف الاستثنائية، فكيف ممكن أيضا أن يكون هناك تعاون بين السلطنة والمملكة لتحقيق نسب أعلى من الأمن الغذائي؟ عمان الحمد لله قطعنا شوط كبير في الأمن الغذائي، واليوم لدينا من كبار شركات المنافسة في هذا المجال، وأيضا السعودية قاطعة شوط أكبر في الأمن الغذائي، فأتوقع راح تكون هناك شراكات كبيرة وشركات حقيقية اللي راح تساهم في خلق الفرص. وكل تأكيد الأمن الغذائي من أهم العوامل السلطنة مهتمة فيها، وخاصة أثناء أي ظروف تحصل فلابد أن يكون أيضا الأمن الغذائي
متواجد. فالحمد لله نحن كبلد كعمان قطعت شوط كبير في هذا المجال، وأيضا إن شاء الله راح أتوقع أنه الخطط القادمة كشراكات موجودة بين دولتين، وخاصة السعودية عندها أتوقع سبقتنا كثير في هذا المجال، فراح تكون الفرص متاحة أكثر. نعم. طيب بما أن هناك توجه أيضا من قبل البلدين الشقيقين إلى المدن الصناعية الحديثة الذكية، نتكلم عن مدينة الدقم هنا في السلطنة، مدينة نيوم وغيرها من المدن أيضا السعودية، موانئ السلطنة التي طبعا تشهد نموا وتحصل أيضا على جوائز عالمية في مدى سرعة مناولة الحاويات، إلى أي مدى هذا أيضا يخدم التجارة للبلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا نحن لما نرجع ونشوف الجغرافية البلدين، كل دولة لها تتمتع بموقع جغرافي يعني جيد، وخاصة في السلطنة نحن اليوم عندنا المنطقة الاقتصادية الدقم، والحمد لله يعني بدينا في عدة مشاريع كبيرة فيها، عندنا المناطق الحرة. نعم. كل محافظة الآن الحمد لله اللي في بوفار وصحار غير المناطق الصناعية في كل محافظات السلطنة، الكل راح تساهم الآن في خلق الصناعات وقلب أيضا الاستثمارات، وتكون هناك آلية الشراكة ما بين الجانبين. ممكن الدقم راح يكون هناك التركيز الأكثر على موقع منطقة الدقم، وأيضا هي راح تكون شبيهة في منطقة نيوم. الفكرة أتوقع راح تكون شبيهة، وخاصة الدقم قطعت يعني شوطا كبيرا في من حيث المنشآت والمشاريع الموجودة بها. صحيح، الحمد لله تقريبا حنقول الدقم جاهزة، فقط الآن هو آلية قلب الاستثمارات. قبل فترة وزارة التجارة قطعت أيضا شوط جيد من خلال الزيارة اللي قابلنا بها سعادة وكيلة الوزارة للترويج، تقريبا كان في حدود 150 فرصة استثمارية تم مناقشتها مع الجانب السعودي في حدود 1.5 مليار ريال عماني، 15 مليار سعودي. وأتوقع إن شاء الله هذه الوحدة تكون من أيضا من الفرص المتاحة اللي ممكن أيضا يتم استثمارها في الدقم. نعم طبعا أكيد نتائج إيجابية منتظرة إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة، أيضا خلال أيضا مجلس التنسيق العماني السعودي لتمخض عنه إن شاء الله أيضا اتفاقيات على مختلف المجالات. واحدة من النقاط المهمة أيضا هو أيضا موضوع توفير فرص عمل للباحثين عن عمل في كلا البلدين الشقيقين، وهناك حديث أنه أيضا مثل هذه التعاونات التبادلات والاستثمار في البلدين الشقيقين قد يفتح آفاقا أوسع لتوليد فرص عمل للشباب. بكل تأكيد اليوم الصناعات هي الصانع الرئيسي لفرص العمل، وحتى أنه نحن نخلق فرص عمل والفرص مستقبلية لابد أنه اليوم التركيز على الصناعات وعلى تفعيل دور الاقتصاد المحلي. واحدة من أهم النقاط اليوم أيضا نحن عمان الحمد لله يعني نكون نمتلك كفاءات عالية، وممكن نكون حتى مصدرين للعمالة المحلية، يعني عندنا الكفاءات القادرة على العمل. وأيضا في توجه اليوم السلطنة للتعليم المهني والتعليم الفني، وهذا أيضا راح يخلق الآن شباب مهنيين وفنيين، وهذا راح يساهم أيضا للعمل في قطاع الصناعة، لأنه اليوم قطاع الصناعة محتاج العمالة الماهرة العمالة الفنية. فأتوقع اليوم الدور الأكبر هو راح يكون على مخرجات التعليم المهني والفني، وهذا أيضا راح يقدم للفترة القادمة، لأنه الفترة القادمة إن شاء الله هي راح تحظى أيضا بالفرص الكبيرة بإذن الله تعالى. كل تحية لك أستاذ محمد بن حسن العنصي، رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، شكرا لك على وجودك معنا وهذا الحديث عن آفاق التعاون التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك. جزيلا شكرا لكم. إذن هذا هو الحديث عن هذا التعاون والتبادل بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وهو حديث طبعا كبير وممتد لمجالات متعددة، وربما تابعنا خلال هذه الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه للمملكة العربية السعودية،
الحديث عن تعاون وتشارك وتعزيز هذه العلاقات إن شاء الله في مختلف مجالات خلال المرحلة المقبلة. نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من عمان، تقبل تحيات فريق عمل البرنامج، وهذه تحية من المخرج إبراهيم الزجالي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.